ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة العلم العارف الكاتب. اليوم إن شاء الله سوف نكتشف معا خدعة يقوم بها صناع السوق يوميا لإيهامك بالدخول في صفقات سواء شراء أو بيع، وبعد ذلك يتم ضرب ستوباتك ثم يعودون إلى المنطقة التي كنت تريد أن يذهب إليها السعر عندما دخلت في الصفقة. ولكن قبل أن نرى هذا الدرس الذي هو عبارة عن درس برايس أكشن، عن درس تحليل فني انطلاقا من رؤيتنا لتحركات وتصرفات وسلوك السعر، أريد منكم أولا أن تذهبوا إلى الموقع beprowetrader.com، وأريدكم أن تقوموا بتحميل كتاب الدليل الأساسي للشموع اليابانية. تضع إيميلك الخاص هنا ويصلك الكتاب مجانا إلى إيميلك الخاص. كذلك أصدقائي، أريد منك أن تذهب إلى قناتي بالتليجرام، قناة مجانية. هذه القناة نضع بها مجموعة من يعني الفيديوهات، وكذلك قد نضع فيها تحليلا أسبوعيا إذا أتيح لنا الوقت، وبعض الصفقات المجانية، صفقة أو صفقتين في الشهر إذا استطعنا ذلك أصدقائي. طيب، لنعود إلى يعني درسي اليوم، وهو عن البرايس أكشن وعن خدعة قوية يقوم بها صانع السوق لإيهامك بالدخول في صفقات، وبعد ذلك يعني يتم ضرب وقف خسارتك. لذلك 95% من المتداولين يفشلون ويخسرون أموالهم في التداول، لأنهم لا يراقبون تصرفات السعر، لا يراقبون البرايس أكشن بطريقة صحيحة. يركزون على المؤشرات، يركزون على بعض الأمور التي هي في حقيقة لن تساعدك في شيء، وينسون الأهم وهو رؤية ما الذي يقع في الشارت. الشارت تعطيك قصة يا صديقي، تعطيك ستوري، قصة. بالتالي إذا عرفت كيف تقرأ تلك القصة ستفهمها، وإذا فهمتها يمكنك تجنب صفقات خاسرة والدخول دائما في صفقات رابحة. واليوم سأعطيك جزء نبدأ من هذه القصة التي تعطينا أو تحكيها لنا البرايس أكشن أو الشارت، أي سوق من الأسواق. واليوم سنطبق على سوق الفوركس كما تعودنا في هذه القناة. طيب، ماذا أريد أن أرى؟ أريد أن أرى حركة قوية أصدقائي، أريد أن أرى اتجاه حركة قوية في أي تايم فريم، الساعة، الأربع ساعات، اليومي، الأسبوعي، وسأعطيكم أمثلة تقريبا لكل تايم فريم إن شاء الله. طيب، بعد ذلك ما الذي سأنتظر؟ سنرى أنه السعر يصحح بطريقة عادية، يصحح، نرى شمعة خضراء، شمعة حمراء، وفجأة يقوم بحركة غير اعتيادية، بوم، حركة قوية. سؤالي لك هنا، نحن عندما أو لكي أمسح هكذا، إذا رأينا هذا الشكل عن ماذا سنبحث؟ هل عن البيع أم عن الشراء؟ سنبحث عن البيع. 99% من المتداولين سيبحثون عن البيع، ولكن صانع السوق لا يريد الكل أن يبيع. كيف سيكسب المال إذا أنت بعت وأنا بعت و 90% من الناس باعوا وهو حتى هو بائع؟ كيف سيحصل على المال؟ مستحيل. بالتالي هو يريد أن يوهمك بأن هذا البيع تحول إلى شراء قبل أن يصبح بيعا. لاحظوا ما الذي سيقع. فجأة ستلاحظون حركة قوية غير اعتيادية في السوق. هذه الحركة إذا سألتك متداول عادي أنت مثلي ومثلك، ماذا ستفعل؟ هنا ستبحث وستقول واو، ما هذا؟ ما هذه الحركة؟ هذه حركة غير اعتيادية. يعني كيف هنا تفكيرك سيبدأ يتغير، كنت متأكد من البيع، الآن أصبحت تقول لا لا لا، ربما هناك شيء غير طبيعي. ولكن لاحظوا هذه الحركة قوية، ويظهر لك أن السعر بدأ يصعد يصعد يصعد. واو، حركة قوية، يجب أن أشتري. وهذا ما يسمى بالfear of missing out، الخوف من فقدان الفرصة. وهنا الكل سيبدأ بالدخول في صفقات، بوم بوم بوم، يدخلون في صفقات. وما الذي يحدث؟ فجأة ويتم ضرب وقف خسارتك. تلاحظون، يعني في الأول كنا نريد البيع من هذه المنطقة، بعد ذلك تم إيهامنا، ثم دخلنا في صفقات شراء، ثم بعد ذلك ما الذي وقع؟ تم ضرب وقف خسارة، يعني نزل السعر، ضرب وقف خسارتنا، وكلما ضرب وقف الخسارة فينزل أكثر وينزل أكثر وينزل أكثر، وترى في السوق يعني ينزل وينزل وينزل إلى المنطقة التي كانت هدفك في الأول. طيب، هنا تقول كنت أعرف هذه صفقة بيع، فقط أنا لم أدخل في المنطقة المناسبة. بعد ذلك ما الذي يقع؟ لاحظوا معي، ترى حركة قوية، ثم بعد ذلك تصحيح، وهذا التصحيح يعني عادي، ليست هناك أي حركة غير اعتيادية في السوق. إذن الكل سيبحث عن شراء، ثم فجأة بوم، تقول لقد وقعت في هذا الفخ المرة الأولى، لن أقوم بالبيع، سأنتظر.
عفوا لن اقوم بالدخول في الصفقه، سانتظر. هذه الحركه غير اعتياديه، اوكي. بعد ذلك ترى حركه قويه وتقول خلاص هاتي هي صفقتي، سادخل شراء لانني كنت اريد الشراء، وفي المره الاولى تم ضرب قفص خسارتي لانني لم افهم هذه المنطقه، ولكن الان عرفت هذه في فورميشن وانا سادخل شراء، وفقط يعني لن اقوم بالدخول من الاعلى، فقط اعطيني بول باك وسادخل في هذا الارتداد من هنا، ثم تدخل في الصفقه على اساس السعر سيصعد. ما الذي وقع؟ سيقع، سينزل السعر ضرب وقف خسارتي، ثم بعد ذلك بوم. هذه هي المشاكل التي نجدها في التداول. بالتالي اليوم اتيت لكم بحل، لاحظوا ما الذي سنقوم به اصدقائي. لنذهب لنرى امثله اولا، ثم بعد ذلك لهذه الامور، ثم بعد ذلك اشرح لكم ما الذي سنقوم به. لاحظوا هنا، لاحظوا اين هو جداري، اين هي حركتي القويه. الجدار بالنسبه لي هو من هنا الى هنا على فريم الاسبوعي مثلا، اذا هاتي كلها حركتي القويه. بعد ذلك هذا بالنسبه لي كله تصحيح، والذي يقع موجه تصحيح، يعني تصحيح، ثم فجاه لاحظوا هذه الحركه غير اعتياديه، كيف هي هذه الحركه؟ ألن تدخل الجميع في صفقات شراء؟ الكل سيدخل في صفقات شراء، ثم ما الذي وقع؟ بوم، ضرب وقف الخساره، ثم بعد ذلك ستراه يصعد. تذكروا هذا الامر. طيب اذا بدنا فريم اليوم، لاحظوا معي اصدقائي، اذا مثلا هذا، لنقل ان هذا هو جداري مثلا، هذه الموجه الهابطه مثلا من الاسفل، ساعدوا، هذه الموجه يعني هابطه، او لنقل ان الموجه هي من هذه المنطقه، لاحظوا من هنا، هذا هو الجدار قوي على فريم اليوم. ثم بعد ذلك نلاحظ تصحيح، حركه غير عاديه، حركه عاديه هنا، ثم فجاه بوم. تلاحظون نحن نريد البحث عن الشراء، اليس كذلك اصدقائي؟ نريد البحث عن الشراء. طيب لاحظوا هذه الحركه الاعتياديه، واذا وضعنا تريند لاين هنا سنرى ان التريند لاين تم كسره، ستدخل في صفقه شراء هنا، وقف الخساره هنا وبعد ذلك يعني ستفرح بعد الشيء، ثم يدخل المتاخرون هنا، السعر صاعد، سنخسر الصفقه، يجب الدخول في صفقات. ثم بعد ذلك ما الذي وقع؟ نزل السعر، صحح، ونزل بقوه. طيب لاحظوا كذلك، لاحظوا في هذا التصحيح هنا يذهب الى فريم 4 ساعات، اريد ان ارى في فريم 4 ساعات هل تلك الخدعه موجوده كذلك في هذا التصحيح ام لا؟ لاحظوا يعني هاتي موجه، بعد ذلك موجه قويه، تصحيح، موجه، ثم نزل السعر، يعني لاحظوا فجاه ما الذي وقع. لاحظوا هذه الحركه هي غير اعتياديه بالنسبه لهذه الحركات التي كانت قبلها. لاحظوا اذا قارنا، اذا الان جداري هو هذه المنطقه، لاحظوا انا احاول ان اشرح لكم حتى تفهموا بطريقه، هذا هو جداري من هنا الى هنا. طيب لاحظوا هذه الحركه، موجه دافعه، تصحيح، موجه دافعه، ثم بعد ذلك موجه دافعه، تصحيح، موجه دافعه، عادي هذه الحركه كلها بالمقارنه مع هذه الحركات فهي حركات عاديه، ولكن الحركه التي الغير اعتياديه لاحظوا هذه القوه في السوق، اذا قارناها بقبلها هذه تظهر هي اقوى واحده. ماذا سيحدث؟ ألم يتم كسر هذه المنطقة التي هي مقاومة؟ الكل سيدخل هنا في هذه المنطقة، سيدخل شراء، لأنهم سيقولون أن هذا اتجاه صاعد، هاير هايز، هاير لو، هنا لم يعطيني هاير لو ولكن هنا أصبح يعطيني هاير لو، ثم صعد إلى هذه المنطقة، وبالتالي هنا سنبحث عن ماذا؟ عن الشراء، لأن الكل سيبحث عن الشراء في هذه المنطقة. وما الذي وقع؟ بالتالي أنت في الأول كنت تريد البحث عن البيع لأن موجتك هي هذه الموجة، ولكن عندما رأيت هذه الحركة غيرت وجهة نظرك وأصبحت تريد الشراء في تلك المنطقة التي أنت غيرت وجهة نظرك، تريد البحث عن الشراء، تلك هي منطقة البيع، أوكي. لنرى مثال آخر، لا أدري، أوزي نيوزيلاند مثلا. طيب لنأخذ آخر جدار، آخر حركة قوية هي هذه. طيب لنحلل، إذا هاتي حركتي قوية، بعد ذلك ما الذي وقع؟ حركة قوية، تصحيح، هنا حركة تصحيح، ثم لاحظوا هذه الحركة كيف كانت؟
تلاحظون هنا الكل سيبدأ بالشراء من هذه المناطق، شراء 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 شراء، والذي وقع بوم. لماذا؟ لأن جدارنا لا زال لم يكسر، بالتالي أنا لا أبحث عن الشراء ما دام لم يكسر هذه المنطقة، بالعكس أبحث دائما عن البيع. متى؟ عندما أرى هذه الحركة أصدقائي، عندما أرى تلك الحركة الغير اعتيادية هنا، حركة غير اعتيادية أصدقائي بالمقارنة مع الذي يحدث هنا. وبالتالي أنت الآن عليك أن تبحث عن البيع. طيب متى سأبحث عن البيع؟ لاحظوا معي كيف سأقوم بربط الأمور. أريد أن أرى حركة غير اعتيادية في هذا. أنا هو جداري الآن، جداري واد المنطقة، لاحظوا هذا هو جداري. لن أبحث عن الشراء ما دام هذا الجدار لم يتم كسره. بالتالي ما الذي سأنتظر؟ لاحظوا هنا حركة عادية، تصحيح، بول باك، حركة عادية، بول باك، حركة عادية، بول باك، حركة عادية، بول باك. هنا إذا حدثت حركة قوية، هنا يجب عليك البحث عن البيع، لأن هذه الحركة القوية هي التي ستدخل الناس في الدخول في صفقة شراء 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 شراء. لماذا؟ وهنا لأننا نريد أن نضرب ستوباتهم في هذه المنطقة. هنا أريد أن أجمع ليكويديتي وبعد ذلك سأدخل، وكلما نزلت أضرب ستوبات، وكلما نزلت أضرب ستوبات، والسعر سينزل 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 سينزل. تلاحظون؟ إذن هذه الحركة، هذه الخدعة يقومون بها دائما دائما أصدقائي، تذكروها. ابحث عن الجدار، ابحث عن التصحيح، انتظر تلك الحركة الغير اعتيادية في التصحيح، وأنت تريد البيع ما دام جدارك لم ينكسر، وادخل بقوة يا صديقي. طيب نرى مثال آخر، أنا حضرت بعض الأمثلة هنا، يورو عود مثلا، أو نعم يورو عود فريم 4 ساعات، ولكن أوكي أوكي عفوا 4 ساعات هكذا. قم بالتكبير شيئا ما، كمان طيب لاحظوا معي أصدقائي، عفوا عفوا أوب، فقط أنا أصغر بعض الشيء حتى نرى الحركة. لاحظوا معي، أريد أن أرى أين هي، أين هي أنا وجداري، جداري هل هو في فريم اليومي. لاحظوا، أريد أن أشرح لكم هذه الحركة. لاحظوا أين هو جداري في فريم اليومي، الجدار القوي الذي كان لدي. تلاحظون هذا النزول القوي، هذا هو جداري. ما دام لم ينكسر للأعلى لن أبحث عن الشراء، دائما بيع. ولاحظوا أصدقائي ما الذي وقع، لاحظوا هنا دي أول حركة قوية، ثم تصحيح بول باك، ثم حركة عادية بول باك بالمقارنة مع التي وقبلها. ثم لاحظوا هذه الحركة، لاحظوا هذه الحركة أصدقائي، تلاحظون كيف هي حركة غير اعتيادية في السوق، غير اعتيادية في السوق. حركة أولى بول باك، ثم حركة أولى، هذه كلها موجة واحدة غير اعتيادية قوية. إذا ذهبنا إلى الفريم الأسبوعي سنجدها قوية أصدقائي، وهي تظهر أنها قوية، تلاحظون تظهر أنها غير اعتيادية بالمقارنة مع التي قبلها. لاحظوا شموعات الشمعة الكبيرة وهذه الشموع كيف كانت قوية. أوكي، بالتالي هنا أنا في هذه المنطقة لن أبحث عن الشراء، لأنه كل سيشتري. من أين سيشترون؟ من كسر هذا الريجولر مثلا، هذا الكونتراكتين، سيبدأون بالشراء شراء 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 شراء، ثم بعد ذلك بوم بوم بوم. تلاحظون؟ طيب لنقوم بتحليل مثلا آخر هذه الموجات مثلا. لاحظوا مثلا هنا هنا هو جداري مثلا، هذا الجدار مثلا من هنا إلى هنا. طيب هذا بلا فريم 4 ساعات. طيب لاحظوا يعني هنا لدي حركة قوية إلى الأسفل، بعد ذلك سيبدأ التصحيح، حركة عادية بول باك مجدفعة تصحيح. ثم لاحظوا هذه الحركة كيف كانت بالمقارنة مع التي قبلها، حركة قوية. هذه الحركة ستدخلك شراء 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 شراء، لأنك تريد أن يصعد السعر. هو ما الذي حدث بعد ذلك؟ لأنه في الأول، لاحظوا معي في الأول أنا عندما أرى هذه الحركة، هذا الجدار، سأقول خلاص أريد أن أبحث عن البيع. ولكن عندما ترى هذه الحركات القوية التي توهمك بأنه خلاص يجب الشراء، هذا تغيير في الاتجاه، اشتري اشتري، لأنه تم كسر مقاومة هنا وصححات هنا، فعليك الشراء شراء شراء شراء. وما الذي وقع بعد الشراء؟ بوم، تصحيح، دخول في صفقة بيع. تلاحظون الطريقة التي يوهمونك بها. إذا مهمتك الآن يا صديقي أن تحدد الجدار وتنتظر هذه الحركة غير اعتيادية وتبيع فقط.
فقط. أريكم مثال على فريم 5 دقائق حتى تفهموا أن هذا المثال حتى على فريم 5 دقائق وهو يحصل الآن، يحدث الآن أصدقائي. لاحظوا لاحظوا على فريم 5 دقائق أين هو جداري إذا قمت بالتصغير؟ لاحظوا الجدار هو هذه المنطقة ما بين هنا وهنا، هذا هو جداري ليس كذلك؟ هذا هو الجدار. ثم بعد ذلك لدي حركة قوية بول باك، حركة قوية تصحيح كبير، ثم بعد ذلك حركة قوية. تلاحظون هذه الحركة القوية، يعني الكل سيبدأ بالشراء شراء شراء. ما الذي وقع؟ بوم، نزل السعر بقوة. أوكي جميل. ثم لاحظوا ما الذي وقع مرة ثانية، أصبح الجدار، أين هو الجدار؟ هذه الحركة القوية ليس كذلك؟ طيب ما الذي وقع؟ بعد النزول بقوة بدأ يصحح هنا، حركة تصحيح. ثم لاحظوا هذه الحركة كيف هي، الكل سيبدأ بالشراء سكالبين، شراء شراء شراء. وما الذي وقع؟ كل ستوبات تم ضربها، وقد تجد أن الباوند الدولار ينزل بقوة. تلاحظون إذن هذه الأمور أصدقائي يجب عليكم أن تراقبوها، يجب عليكم أن تراقبوها. فقط المشكلة لديك هو كيف تحدد الجدار، المشكلة لديك هو كيف تحدد الجدار، هل الجدار هو هذا أم الجدار هو هذا؟ هذا هو الإشكال الذي لديك هنا. هذا الإشكال يتم حله بالتحليل الموجي أصدقائي، لأنه التحليل الموجي هو الذي يمكنك أن تقوم بوضع موجة صحيحة 100%. التحليل الموجي أصدقائي هو الذي يمكنك من ذلك. هذه ليس إعلانا لدورتي في التحليل الموجي، لا، ولكن أنا أعرف قيمتها وأعرف أن التحليل الموجي هو الوحيد الذي يمكنك من تحديد الموجة الدافئة بطريقة صحيحة ومن تحديد التصحيح بطريقة صحيحة. بالتالي إن رغبت في الدورة التدريبية عليك إلى الاتصال بي عبر الواتساب، ستجده في الفيديو وكذلك في التعليقات. أصدقائي وهنا ينتهي درس اليوم. أتمنى أنني أوصلت لكم فكرة الخدعة التي يقومون بها دائما دائما في أي سوق من الأسواق المالية. راقبوها، حاولوا أن تجربوها، ولكن عليكم أن تقوموا بتحديد الجدار بالطريقة الصحيحة. لا تنسوا أصدقائي أن تفجروا اللايكات، وكذلك أن تشاركوا هذا الفيديو مع أكبر عدد ممكن من المتداولين ليستفيدوا، وتشتركوا في قناة العلم ليعرفوا الكذب، ولا تنسوا أن العلم ليعرفوا الكذب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.